حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أظهر تقرير مختص بمتابعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم والذي يتناول الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أظهر خروج العراق من دائرة الاستثمارات الأجنبية. ونقل الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي عن التقرير أن الاستثمارات الأجنبية في هذه المنطقة أي منطقة الشرق الأوسط سجلت نموا بنسبة 19% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، مع تنفيذ أكثر من 2600 مشروع. وبين أن قيمة هذه الاستثمارات بلغت 249 مليار دولار أمريكي. وكان العراق قد شهد خروجا للاستثمارات الأجنبية بقيمة 5 مليارات دولار عام 2023. أعلن عضو مجلس النواب سوران عمر عن تشكيل لجنة مؤلفة من 15 عضوا مهمتها تدقيق قوائم رواتب موظفي كردستان العراق. وقال النائب عمر إن رئيس ديوان الرقابة المالية في بغداد شكل يوم الأربعاء الماضي لجنة من 15 عضوا ستزور أربيل قريبا. وأوضح أن اللجنة المشكلة مهمتها التدقيق في قوائم رواتب موظفي كردستان وكذلك إيرادات ونفقات أربيل المالية. وكان النائب سبق وأن صرح بأن لجنة الرقابة المالية ووزارة المالية الاتحادية لديهما ملاحظات وتحفظات على قوائم رواتب الموظفين وطالبت بتعديلها، الأمر الذي رفضته وزارة المالية في حكومة كردستان العراق. أغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 77 سنتا ليصل إلى 75 دولارا و55 سنتا للبرميل الواحد. وأغلق خام البصرة المتوسط على ارتفاع مماثل بلغ 77 سنتا ليصل إلى 78 دولارا و55 سنتا للبرميل. وحقق مكاسب أسبوعية بلغت $2.30. وعلى الصعيد العالمي فقد سجلت أسعار النفط مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بفضل بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية ساهمت في تهدئة مخاوف المستثمرين من ركود محتمل في الولايات المتحدة أكبر دولة مستهلكة للنفط. أعلنت غرفة التجارة الأردنية أن العراق جاء أولاً من بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال 7 أشهر من العام الحالي. وقالت الغرفة أن العراق جاء أولاً كأكثر الدول العربية استيراداً من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال 7 أشهر من العام الحالي، حيث بلغ 387 مليون دينار أردني، تليها السعودية ب 64 مليون دينار أردني، ثم مصر ب 61 مليون دينار، والإمارات ب 52 مليون دينار أردني. يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار بسبب انهيار القطاع الصناعي في البلاد بعد عام 2003. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.